لا حاولي تحطي اي بالضبط على الفايه، حاولي باعي أي. حاولي تنزلين اقعد لحظه بس خلي مو خلي اوصل هسه لحظه اي هسه اوقف ماكو مشكله خليها براحتك هذا لا نزل نزل على الفخذ بالضبط عافيه عليك هسه فهمتيني بس عوفي خلص انت تنزلي بعد ما هي اوت سلولي 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 هلا اعطينا وجهه نظرك اللي هو شعور ما ينوصف لان تجربه اول مره فكره انه مغاره بصراحه مهما اعرف حتى شحتي وش اقول بس اوكي مو كلش مخيفه انا توقعت راح اخاف انا تمام. توقعت حقك وزين مو كلش خطر جيد من يتنق الحبل تقول لي اعطيني اعازي بس هو انتن اوت 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 نزل اوت 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 أوت. أنا وصلت الدرج تمام هسه انت باعي حنخلي الحبل ضيق بس اعطيني اعاز على مود انزل وياك يلا اوت يلا كافي 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 هوب 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 اسحب شويه لا لا زين زين لحظه وصلت الدرج لا تحرك اعطيك بعد شويه مجال انزل شويه يلا تمام يلا تمام هاي لين اول وحده مكسوره اول بايه مكسوره تمام عوفيها اعطيك مجال تنزل على الثانيه نزلني شوية ايه اوت اوت كافي بس اوب ستوب كافي هسه شوية مو اني شوية صار عندي فخذ اني عندي رجل مدت ورجل لزم الحبل بها هسه هاي اليسرى اني مدى اقدر امدها بينما اليمنى تمام. راخي تمام باعي شو تسوين هسه سمعيني لا سمعيني حاولي توازنين نفسك الحبل كامشك حاولي توازنين نفسك حاولي توازنين نفسك عوفي الدرج عوفي الدرج حاولي توازنين نفسك الصعوبة ما كانت بمشينة بداخل الكهف بقد ما كانت صعوبة النزول إليه والصعود أنه حتى نطلع منه كلش إذا تأذيني رجلي اليسرى أرخي أرخي الحبل شوية نزلني بسرعة خل أنزل أوت 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 روحي نزلي لا تخوفين كافي بعد بعد انطيني أوت أوت لا توقف انطيني اوت 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 لا توقف اوت 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 ستوب ستوب يلا اوت 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 شكرا اوف وصلتي كانت تجربة مؤلمة أكثر مما مخيفة لأن أنا اللي صار عندي أنه لأن هو حبل فرخى من جانب وشد من جانب فصار أنه الساق اليسرى انضبط حيل والساق اليمنى صارت كلش راخية فالميلان من هالاتجاه فهنا حيرة يعني إذا هو يرخيل الحبل راح أميل بالزايد إذا يضب الحبل هذه الساق اليسرى راح توقف من شدة الألم فيعني هي انا كنت اتوقع راح اخاف او اكو فد شيء مخيف بالموضوع هي لا هي شيء كلش ممتع بس للاسف مؤلم هنا اكو عده مغارات اذا تشوفون اكو فوق وحده اكو هنا وحده واكو من هيك الصفحه همينه وحده هذه تشوفوها هي كلش صغيره يعني يا دوب بشر يفوت بيها بس جوا راح تكون لا غرفه واسعه همينه ورا هالممر يضيق بعدين اريد يوسع طبعا اكو كل مغاره لها فد عالم وبيئه خاصه بيها هناك مثلا ناشفه راح تبقى المغاره ناشفه الى ان يدخل بينما ذيك الثانيه لا تدخل هو صح ضيق بعدين راح يوسع بعدين راح تلقى اكو مي موجود فيعني بالرغم هو مكان واحد بس بعده شغلات بعده شلون نقول طبيعه جغرافيه مختلفه من مكان لمكان هسه هنا كان فوق الحمد لله على السلامه راح يدخل لهذه المغارة اللي قلنا وراها راح يكون مي
يعني هسه هو راح يدخل من هنا المكان كلش ضيق، بس وراها راح يوسع وراح يكون اكو مي بالداخل، يعني شلون صار كانما بحيره او هيك شيء. فهي هنا الصعوبه راح تكون بالصعده، لان ماكو هنا، احنا من نزلنا كان اكو حبل اكو شيء ممكن يلزمنا، بس هنا لا، هيك انت وخبرتك تصعد، يعني انت وحظك. أنا كنت أتوقع أكو ممر من نانة، بس السالفة إنه طلع مو ممر، يعني هذا صار شلون الحائط الطوفة وأكو نزلة هيج عمق، بس شلون صايرة النزلة؟ صايرة كأنما هيج درج هيج صايرة، فواحد يقدر ينزلها يتمشاها بسهولة منه. هي الصعدة صعبة منه، بس منه هاي سهلة ونمشي. أكو مي مو بعد؟ إيه أكو. ماشي.